ما التحولات التي أحدثها الغزو الأمريكي ومشروعه السياسي في المشهد الثقافي في العراق؟ وهل تأثرت الطبقة المثقفة العراقية بحالة الاستقطاب الطائفية التي برزت في البيئة السياسية العراقية بعد عام 2003؟ وهل المنتج الثقافي الحالي في العراق يعكس جوهر الهوية الكلية الوطنية والقيم المجتمعية المتعارف عليها؟ هذا ما سنبحثه في الحلقة المقبلة من برنامج طاولة حوار.